رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج غزل الهوى. اليوم بغزل الهوى رح نغزل مع الفنان المطرب الفنان الشعبي فؤاد سليمان وعازف الأورج الأستاذ بشار علي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم بغزل الهوى لليوم ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك، يسعد مساكم وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى المشاهدين جميعا وعلى كل العاملين بقناة أغريب. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك عازف الاورج، يسعد اوقاتك ورمضان كريم عليك. اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير ورمضان كريم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبلدنا بالف خير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقه. بالبدايه رح نبدا بترحيب لمشاهدينا باغنيه من حضرتك لتكون بدايه حلقتنا بسماع صوتك لمشاهدينا، تفضل. لا 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 لا. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا 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 لا. يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار، يا دار الأوفى دار تلبق لك الأشعار. تبقي عالداير مضوي مزروعة بمجد وغار، عالبرج العالي وقرسيالي وسيوف الدالي وعزك ما يغيب. لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا 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 لا. لف الدنيا ودور واقطع السبع بحور، لا لف الدنيا ودور واقطع السبع بحور. وانتهى ايامك يا بلادي ترجع على أرض النور، ونعيد عيدك كل مواعيدك الله ما يزيد المواسم طيب. لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك سوريا عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. أهلا وسهلا فيكم ويعطيك العافية. طبعا هاي الأغنية هي هدية لمشاهدينا وهدية لبلدنا الغالية الحبيبة سوريا. أستاذ فؤاد، بالبداية خلينا نتعرف عليك أكثر عن بداياتك، مين كان داعم لإلك ببداية مشوارك الفني؟ لا أنا أول ما بلشت بالبداية كنت طالب، تعرفي بالاول كان بالمدارس مثلا رواد طلائع، فكنت بشارك بالفصاحه والخطابه اول شيء، فجربت اني غني في انس مدرسه اخذتني مع الغناء، كانت هي طلائع البعث، وكنت من الاوائل على رواد المحافظه، وكان عندي الوالد الله يرحمه كان يضل يسمع مطرب فؤاد فقره وفؤاد غازي، فكنت انا لما اسمع
هالغناء هذا احس انه في شيء جواتني انا لازم اطلعه. فتعلقت بهاللون هذا وبهالغناء، صرت غني، شاركت بحفلات خاصه كثيره، مهرجانات الشبيبي بالقوه، ومهرجانات عده بالمحافظه وخارج المحافظه. يعني لدعمك والدك بالبدايه، والدي، وفي عندي من العيله انا كمان مطربين ثلاثه، يعني اولاد عمتي وهي، ونحن من بيئه كلها بتغني، بيئه شعبيه كلها بتغني التراث. يعني نحن يعني الانسان بيستمد من بيئته ومن منطقته هالامور. طيب الفن يعني هو عمل متكامل، سواء من ناحية الشعر، اللحن، الطرب بشكل عام. يعني يمكن بالبداية اقتبست بعض الأغاني أو حبيت تغني هذا اللون بقدوتك من بعض المطربين مثل ما ذكرت حضرتك الأستاذ فؤاد غازي. بالنسبة لإلك لما بدأت الغناء، يعني بكلمات محددة أو بأغاني محددة، احكي لنا عن العملية التكاملية بالفن كيف هي؟ هل الفن او الاغنيه او كله يعني في عناصر متكامله، كان بالكلمه او باللحن او بالصوت او بكاريزمه الفنان نفسه يعني. فبيبقى اهم شيء هو الصوت، هو الاساس، بعدين تجي الكلمه الحلوه واللحن الحلو، فامور كلها بتكمل بعضها، يعني ما فيك تستغني من عنصر منه. طيب اليوم نحن مثل ما بنعرف في أصوات كتير حلوة لكن ما عم ياخذوا فرصتهم ليظهروا ويكونوا موجودين، وأيضا في بعض الفنانين يعني عندهم الكاريزما، عندهم الحضور، وعم ياخذوا فرصة وعم يكونوا يعني من المشاهير بشكل عام. هذا الموضوع بالنسبة للفن السوري بشكل عام قديش له أهمية وقديش له فعلا يعني ضرورة دائما تسليط الضوء على هذا الموضوع، باعتباره هلا حضرتك فنان شعبي عندك صوت بدأت من الصغر، اليوم انت كفنان كحضور لإلك شو بتحكي لنا عن حالك؟ هلا ما هو كلها عباره عن فرصه او حظ، المشكله الفن عندنا يعني. ففي ناس بتاخذ فرصتها وفي ناس اصواتها اجمل ما بتاخذ الفرصه، فهي حظ. ف يعني الدعم عندنا كثير قليل، كان بشركات الانتاج مثلا او بالامور الماديه او المعيشيه طبعا، فهي هو فرصه بالنتيجه يعني. تماما بالنسبة ففي ناس اصواتها كثير حلوه للاسف ما مبينه. فهلا انا ملاحظت انه اعلامنا كثير صار عم بيسلط الضوء عليها، وهي بادره كثير حلوه نشكره عليها يعني. وفي ناس طلعت واصواتها مانا حلوه اخذت فرصتها، ان كان بصدفه او بامور ماديه او بشركه انتاج تبنيتها وهيك. تماما. طب بالبدايات يعني لما بدأت أنت تسجل لإلك أغنية خاصة فيك، احكي لنا عن هالكلمات اللي اخترتها، الشعراء اللي تعاونت معهم، الملحنين، يعني حتى اللون اللي اخترته. هلا أنا ابن هالبيئة، ابن المنطقة الساحلية اللي هي فيها تراث، تراثنا كتير حلو، كان بيحكي عن البيئة أو عن الطبيعة أو عن الشجر، عن الجبل، يعني هاي البيئة التراثية. الأغنية الساحلية أو الجبلية أغنية رائعة جدا، بتحسي إنه كلمتها بسيطة، يعني أنا بطلق عليها السهل الممتنع، عقد ما لحنها حلو سلسة عقد ما أنا صعبة كأداء. فبطلع كل إمكانيات الفنان الداخلية. فأنا هلا مثلا عندي أغنية سجلتها وصورتها فيديو كليب وانعرضت بال 2006، أنا اقتبست الفكرة يعني من مسلسل، من فيلم رسائل شفهية، قد ما أنه بسيط وهي. فعجبني الفيلم اضطرينا نعمله نحن قصة غنائية، حتى سميت الأغنية باسم الفيلم إسماعيل. طب هي كلمات سائر أربعجانو وألحان عازف البزوق محمد غانم اللي بيلقبوا جدو، وسجلتها ولاقت صدى يعني. حلو استاذ فؤاد، هلا بدنا نحكي نحن اكثر عن اهميه يعني الاغنيه التراثيه، اهميه التراث الاصيل، قديش هو فعلا اليوم لازم يكون حاضر، لازم يكون رساله ليكون حاضر بين الشباب اليوم. طبعا بتعرف الاغاني كلها صارت احدث، كلها صارت بطريقه مختلفه تماما، حتى لو كانت اغنيه شعبيه. بدنا نحكي عن هذا الموضوع بشكل عام، لكن بعد ما نسمع منك اغنيه هيك على ذوقك بتختار لنا اياها. طيب راح نسمع اغنيتي انا، كلمات الكلمات سعر بعجان والحان محمد غاني. هي اغنيه بتقول تحكي عن شاب فقير، بتعرفي نحن بحياتنا المعيشيه ان كان بالوظيفه او طلب الزواج او امور البيت، فبتقول اسماعيل بده يتجوز حط عينه على الجاره، بيا منه بيتعوز اما بعينه شراره، وعن عيني واسماعيل رايح جاي بالحاره.
الليل بده يتجوز حيطت عينه عالجارة بيا منه بيتعوز وما بعينه شرارة اسمع البدو يتجوز حيطت عينه عالجارة بيا منه بيتعوز وما بعينه شرارة وعن عيني واسمعي الريح جاي بالحارة وعن عيني واسمعي الريح جاي بالحارة جراد الزينة وامو الله يعينا تقلو وين مودينا صرخ كايت هالحارة اسمع الجراد الزينة وامو الله يعينا تقلو وين مودينا صرخ كايت هالحارة وعن عيني واسمعي وعن عيني واسمعي رايح جاي بالحارة يعطيك العافية فعلا غنية كتير حلوة هي ما أقول لك هي بتحاكي الواقع الشبابي عندنا يعني ظروف المعيشة إنه مثلا لما الإنسان بيحب وحدة من أكيد. الحياة يعني أكيد هي يعني الأغنية دائما بتكون مثل الشعر الأغنية الحالة. لازم تكون حالة واحد عايشها وهي أي أغنية بتنكتب لازم تكون قصة واقعية صحيح
يعني هذا عم الواحد يحس فيها. هذا اللي عم نحكي عنه استاذ فؤاد، انه اليوم نحن الشباب الاغاني الحديثه عم نلاحظ في يعني في تطور بطريقه مخالفة تماما للتراث الشعبي اللي نحن اليوم بحاجة دائما ليكون حاضر موجود بيننا، لحتى دائما نحن نذكر الرسالة الأساسية الموجودة بمجتمعاتنا، مجتمعنا، بيئتنا، بطيبتنا. يعني قديش له أهمية هذا الموضوع اليوم، فنان مثل حضرتك شعبي وفنان كتار فنانين يعني عم بيقدموا هذا اللون وعم ينقلوا الرسالة القديمة نفسها. ما هي المشكلة عم قل لك، هي الأغنية الساحلية أو التراثية عندنا هي هوية الإنسان. يعني مثل الانسان لما بيطلعوا له هويه ما بصير حدا يغيرها، فللاسف كثير عم بيغيروا ان كان بالايقاع ولا بالرتم ولا عم بيدخلوا مثلا، بيصير حال تشويه للاغنيه. فالاغنيه انا قلت لك اول شيء ببساطه انه تكون نابعه تحسي فيها مثلا من جوا من الروح، فهي هويه اي انسان حتى اللي ما يسمع يعني يحس فيها، هي هويتنا تراثنا بيئتنا. صحيح تماما. استاذ بشار ما سمعنا صوتك، اهلا وسهلا فيك، لكن سمعنا عزفك الجميل يعني الله يعطيك الف عافيه. احكي لنا كمان بشار عن يعني اله الاورج وعلاقتك بهالاله وكيف بلشت مع هالاله، يعني كمان هي بحاجه لاحساس، بحاجه لوجود معها، كيف بدات؟ بدات انا من صغري يعني كانت يعني هلا كل انسان له موهبه بحبها، يعني هي هبه من الله يعني. من صغري انا عشقت آلة الاورج يعني، وحتى يعني شجعوني اهلي على هالشيء هذا، يعني شافوا يعني مبادره مني يعني انه يعني محبه الآلة. تماما. يعني اليوم عندك مشاركات، عندك يعني تعاون مع مطربين كتار، ام انك بتتعاون مع فقط يعني مطربين محددين خلال عزف الاورج؟ لا انا عندي بتعامل مع جميع المطربين يعني بشكل عام يعني. وكل انسان يعني له يعني مثلا شخص مثلاً اصوات محدده ممكن انت تتناغم معها من خلال عزفك، اصوات معينه حسب الاشخاص يعني. طيب استاذ بشار سمعنا هيك شيء فردي منك على آلة الاورج. مثلا بتحبي مثل ما بدك، عزوك يعني بنسمع شيء من آلة الاورج. يعني قديش بيتكامل الفنان مع الآلة، خصوصا آلة الأورج اليوم هي آلة حديثة فيها طبقات، فيها قديش فيها تكامل؟ إنه آلة شاملة يعني مثلا بينزل لها أصوات إن كان بزق ولا ناي ولا كمانجا ولا إيقاعات، فآلة الأورج يعني عمليا يعني وفرت كثير آلات، مع إنه أنا ضد إنه فكرة الأورج لحاله يعني. فلما بيكون مثلا واحد مهرجان أو كذا فالآلة الإيقاعية إلى دور، مثلا ناي طبيعيه بضل اجمال، بضل اجمال، كمانجا ما في احلى منها واحن منها. بس هون من سابق العصر. صحيح. فاورك شامل. اذا جاهز تفضل. ولا يهمك عادي، بتحبي بسمعك اغنيه مثلا؟ تفضل. لنجات الصغيره. تفضل. هلا اكيد يعني هلا هي فوائد الاورج، انه نحن بنسمع يعني الموسيقى اكثر من آلة، اكثر من آلة بنفس الوقت. هلا عفوا كونه نحن جونا متعودين مثلا جو الحفلات الاعراس، يعني نحن متعودين على التراث، تراث المحافظه يعني.
يعني هلا كل جو بيعطي جو مثلا. أكيد يعني مثلا عندنا حفلات عندنا حفلات بنعمل حفلات عامه مثلا على الغداء او هي مثلا الناس بتسمع الطرب مثلا مثلا وجو الاعراس في ناس بتسمع هيك وناس بتسمع هيك يعني بنعطي على يعني حسب طلب الجمهور يعني. حلو كثير يعطيك العافية ويعني اختيارك للأغنية كثير كان موفق شكرا كثير لك. بنرجع لعندك أستاذ فؤاد لنحكي اليوم نحن عم نمر فترة خاصة بسوريا الحرب على سوريا الأزمة اللي مرينا فيها طبعا كل شخص بمكانه عم يقدم شيء ليوقف وليكون رديف لقواتنا قوات الجيش العربي السوري ليكون رديف بمكانه طبعا نوجه لهم تحية واللي هن نحن بفضلهم هلا موجودين أكيد. حضرتك كفنان والفنانين بشكل عام اليوم شو عم بيقدم؟ لكل إنسان الله خلقه على الدنيا برسالة يؤدي رسالة فعندك الشاعر مثلا بالكلمة عندك الأستاذ بالمدرسة عندك المقاتل بسلاحه عندك المطرب بكلمته هلا أنا مثلا ما بطلع بغني بحفلة مثلا كان مناسبة قومية بغني الأغاني الوطنية فبتبسي الروح تحسي النخوة بترجع الشهامة مثلا عند صحيح. الشباب الطالع فكل إنسان حسب موقعه تماما فنحن مثل ما قلنا بحاجه للسلاح وللقوه ولجيشنا الباسل الله يحميه كمان بحاجه للكلمه الحلوه للكلمه اللي مثلا تعطيك الروح المعنويه صحيح يعني كل انسان عنده رساله بيأديها حسب موقعه بالحياه صحيح يعني لاحظنا كثير فنانين سوريين شباب سوريين أدوا وقدموا أغاني خاصة بوطننا الحبيب سوريا خاصة بالشهداء وأمهات الشهداء الرحمة لجميع الشهداء وأمهات الشهداء يعني إن شاء الله يا رب هيك الله يصبرهم مثل ما نعرف اليوم هن بحاجة لنكون جنبهم ولو بأغنية هي أغنية أنه نحن موجودين نحن معكم هاي الأغنية عم تعبر عن الشيء اللي بداخل كل شخص طبعا هلا هني أصحاب فضل نحن ما لازم نكرر الفضل إن كان بالكلمة ولا بالغنية ولا بأي شيء نحسسهم إنه نحن مثلاً مدينين لإلهم صحيح اليوم الأغاني اللي يعني طلعت شو رأيك فيها؟ والله يعني فيني أقول لك بالنسبة للأغاني الوطنية أكيد طبعاً كتير رائعة لأنه عاشت عصر الأزمة فكتير عطت مفعول ورد قوي عطت طبعاً إيجابي مو سلبي يعني انت من خلال مشاركاتك وحفلاتك اكيد كنت تأدي بعض هاي الاغاني طبعا صارت 90% منهم اغاني وطنيه ما عاد نغني مثلا بالحفلات الخاصه اغاني شعبيه صح. كله صار اغاني وطنيه وتحسي انه مثلا الجمهور يتفاعل معه لانه عايش الحاله طبعا هلا هو الهجمه اللي اجت على بلدنا الله يحميها لسوريا وان شاء الله بترجع اقوى من الاول الهجمه اللي اجت على بلدنا يعني ما اجت في حياتها اساسا ولا في تاريخ البشريه هيك هجمه فمؤامره ضخمه جدا 180 دوله توقف ضدك مثلا فنحن ايماننا بالله قوي بجيشنا قوي بقائدنا قوي بارادتنا قويه فصمودنا هو الاساس وبوجودنا اكيد يعني هاي الهجمه اللي عم تحكي عنها حضرتك استاذ فؤاد حتى عم تسعى هي هجمه تخريبيه هجمه عم تسعى لطمس الهويه السوريه حتى للاعلام للثقافه بشكل عام طمس الهويه السوريه من خلال الهجمات الاعلاميه فالاغنيه الوطنيه إلى دور وإلى اهميه اليوم باعاده بنقل التراث باثبات هذا التراث الوطني الموجود عنا قديش له اهميه هذا الموضوع هي كثير كبيره هلا مثلا الاعلام لما بده يهاجم اعلام المفروض مثلا هذاك يرد بفكره اقوى منه هلا مثلا بدهم يهاجموني بتراثي بهويتي لا انا المفروض اني احافظ عليها وقويه ونميه هيك انا برد الرد الصحيح حلو كثير يعني نحن اليوم عندنا تراث شعبي بالساحل تراث حلبي بحلب تراث شامي قديم بالشام قديش له اهميه دائما نحن اليوم ننشر هالثقافه تضل موجوده يعني مو ننشرها هي موجوده وحاضره فينا يعني بالاصل طيب استاذ فؤاد شو رايك تسمعنا هيك شيء موال على ذوقك بعد ما يعني حكينا عن التراث لازم نسمع موالين واغنيه لفؤاد غازي تفضل بعدين نعلمني عنه تفضل Oh.
أنا يمر الليل يمر الليل وعيوني ما حداق ومرارة هالزمن مثلي ما حداق يمر الليل وعيوني ما حداق ومرارة هالزمن مثلي ما حداق لك تمر سنين وبوابي أنا تمر سنين وبوابي ما حداق سوى ريح الملج راح تراها يا واب لدخيلك يا هالدنيا يا هالدنيا خلي عيني والله دخيلك يا هالدنيا خلي عيني دوب الحزن مرة خلي عيني لك دخيلك يا هالدنيا يا هالدنيا والله دخيلك يا هالدنيا خلي عيني دوب الحزن مرة خلي عيني والله واماني عند موتي خلي عيني لك عبابك واحرق الباقي بلاها يا واب نزرع لك استنى ورود للفنان راح يرحمك نزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي نزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي ولابسة لك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي سوارة وحطها بإيديكي نزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي لزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيكي ولازل لك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي سوارة تزين إيديكي لو بدك لولو مرجان رح جيب لك خزن بحالة لو بدك قائد الجان ماني رح قلك لا 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 لو بدك لولو مرجان رح جيب لك خزن بحالة لو بدك قائد الجان ماني رح قلك لا 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 لو بدك يا غصن الباب جوا عيوني بخبيكي لو بدك يا غصن البال جوا عيوني بخبيكي ولازلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي سوارة وحطها بإيديكي لا
نزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيقي نزرع لك بستان ورود شجرة صغيرة تفيقي ولابسلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديكي سوارة وحطها بإيديكي. يعطيكم العافية. يعافيك. طبعا كلمات هاي الأغنية قديش هي منتقات فعلا. لمين اليوم بتحب تهديها أستاذ؟ هاي بهدية لكل مقاتل بجيش العربي السوري ولكل شهيد ضحى بدمه، لأنه هاي الأغنية تحسيها قد ما غنيتيها قد ما عاشت. صحيح. مستمرة معنا تحسيها يعني بواقعنا حياتنا. هاي الأغنية ما في حفلة إلا بدها تغنى. صحيح. يعني هي من الماضي الحديث، يعني هي قديمة جدا بس تحسيها هلأ تغنيها كأنك عم تسمعيها أول مرة. تماما. حتى يعني كلماتها حاضرة بذاكرتنا، حاضرة بالوقت الحاضر أيضا، من يعني من التراث هي هاي الأغنية. طيب أستاذ فؤاد، اليوم بدنا نحكي عن الصعوبات اللي بتواجه الفنان، أي يعني شاب بيكون عنده هاي الموهبة ببداياته، عنده صوت، عنده كاريزما. الكاريزما طبعا هم نحكي عنها بمحور آخر، قديش إلى أهمية اليوم كمان. بالنسبة للصعوبات اللي واجهتك يعني فنان، بدأت كمطرب شعبي واخترت هيدا الطريق واخترت هيدا اللون لتمشي فيه، أكيد في صعوبات كتيرة، احكي لنا عنها شوي، احكي لنا عن بعض المواقف اللي ممكن مريت فيها، مواقف مضحكة، مواقف مبكية، خلينا نقول كل الصعوبات اللي مرقت فيها. تفضل. يعني هلأ هو صعوبات الفنان على طول بتكون مثلا باختيار الكلمة، باختيار اللحن، أو إنك تشوفي شخص يتبنى هالفنان مثلا. هلأ الإنسان لما بيطلع مثلا بصغره، إذا ما في مين يتبناه يحطه على الطريق السليم، إن كان مثلا بدراسة الموسيقى أو باختيار اللحن أو الكلمات أو التوجيه، فتعذب كثير الفنان. وللأسف نحن كثير منعاني من هالنواحي هي. صحيح. لأنه مثلا شركات الإنتاج قليلة جدا، ومثلا كلها صفت، معلش بدي أحكي بصراحة، يعني كلها محسوبيات ومظاهر. وكاريزمة الفنان صارت هلا يعني حتى ما يفضلوه على الصوت أحيانا، تلاقي إنه أغنية مثلا منتشرة شكل الفنان كتير حلو ما عنده صوت نهائيا. نعم. لكن احنا هلا الكاريزما اللي عم نحكي عنها، انه ممكن الفنان يكون خلال حفلاتك يعني يكون قريب من الجمهور، جمهورك بيحبك. اهم شيء بالفنان تكون روحه حلوه، تواضعه، يعني يكون مع الطفل طفل، مع الكبير كبير، يساير الكل، لانه هلا هو اي فنان في العالم رصيده محبه جمهوره. صحيح. يعني الفنان اذا ما مغرور او ما عنده تواضع فخسر رصيد كبير، خسر يعني خسر فنه. يعني من العناصر الأساسية للفنان يكون تواضعه، روحه المرحة، يعني إنه مثلاً طبقت لك يساير الكل، يعيش الحالة، يعني يعيش مطرح ما هو موجود، يمكن يتصرف بطبيعته. صحيح. بعفويته ببساطته. مثلاً ما مثلاً لما يتذكر إنه هو مثلاً كان إنسان بسيط وصار نجم، فما يتكبر على جمهوره، لأنه جمهوره هو اللي رفعه. بالعكس، يعني هو مفروض يكون حامل رسالة. طبعاً. لا، هو أنا قلت لك إنسان يقدر رسالة إن كان بأي شيء. يعني الناس الموجودة اللي فعلاً راح تحبه أكثر إذا كان عنده هيدا التواضع والقرب من الجمهور. طبعاً. كل ما تواضع الفنان كل ما كتر جمهوره كل ما حبه أكثر. صحيح. أستاذ بشار، كمان حكي لنا عن بعض الصعوبات اللي يمكن واجهتك خلال مسيرتك، يعني مع بدايتك مع هيدي الآلة. هلا اهم شيء يعني كل انسان له صعوبه بدايته، بس لكن يعني بالمثابره والاجتهاد الشخصي، يعني هي بعد الاجتهاد الشخصي للشخص انه يتابع يعني المسيره حتى لو لاقى صعوبه، يعني بدايه من جميع الاحوال، يعني يعني عن طريق الاجتهاد الشخصي والمثابره بنال يعني النتيجه اكيد، يعني وخاصه اذا مثلا له رغبه بهالشيء هذا. تماما. يعني بلاحظ انا بعض الاشخاص مثلا بيجوا مثلا بيحبوا هالشيء مثلا وبدي يعني عفوا ما بيحبوا هالشيء يعني بيشوفوا بس يعني انه على اساس انه بدهم حابين يدخلوا يعني من باب مو من باب الموهبه او الشيء الموجود الاحساس الداخلي. اذا ما في احساس ولا يعني رغبه للشيء هذا ما بينه. الانسان ينجح فيه لازم يحبه بالاول. هلا في اشخاص بتحسيها انه بتجي هيك عن عبث، يعني انه يعني انه بس بده يصير مثلا عازف بس اما هلأ. يعني كل يعني هلا مثلا حسب رغبه الشخص يعني بنال هالشيء. اي عمل واحد بده يقدم عليه اذا ما حبه ما راح ينجح فيه. انه اجباري بده يلاقي صعوبات بالبدايه وبالاخير يعني عن طريق المثابره بنال اللي بده اياه.
أكيد. وخصوصا يعني كمان كنا عم نحكي عن كاريزمة الفنان، وحضرتك عازف أيضا لازم يكون عندك يعني تعامل وتواضع وكاريزما معينة مع الجمهور اللي أنت موجود معه. نحكينا عن هذا الشيء، كيف علاقتك معه، كيف يعني خلينا نقول الجو العام كيف عم بيكون بوجودك كعازف؟ هلا أكيد يعني إجباري بده يكون في تواضع مش يعني نال محبة الجمهور إله، وخاصة يعني بيكون في انسجام يعني بال مثلا يعني حتى بجو بالحفلة يعني لازم يراضي جميع يعني يعني الحضور يعني بده يعني اجباري كل انسان الاذواق يعني كمان بشكل ايه بده يراضي لجميع الاذواق لانه مشان نال محبة العالم وهيك. حلو كثير. استاذ فؤاد اذا نحكي عن الكلمة اليوم تغيرت من قبل هلا، حتى في اغاني تراثية معينة مثل غنية الدلعونة، قديش دخلها يعني مصطلحات ومفردات غريبة عجيبة، يعني هي حلوة لليوم حلوة بس فعلا كتير يعني تغيرت، في مثل أغاني كتير يعني هذا الموضوع لك صار نوع من التشويه للأغنية. يعني راحت بساطتها، راحت عفويتها، راحت انك تحسي انك انت عايشتيها للكلمة. يعني الإيقاعات اللي دخلت مثلا ان كان الصاخبة او كذا ما عاد تحسي ببساطة الكلمة او بلحن الناعم، صفى كله ايقاع غربي. يعني مثلا بتسمعي بالاغنيه ما بتحس الا ضجه موسيقى بس. يعني حتى بعض الاغنيه الاغاني ايقاع فقط اتخذ لاغاني اخرى، يعني نفس صار نوع من التركيب ايقاع الاغنيه على كلمات الاغنيه. طبعا هون يعني الغلط غلط بضل شيء اسمه غلط. صحيح. هلا الموال اللي حضرتك هلا يعني غنيت لنا اياه في كلمات كلها قريبه من بعضها، احكينا عن هاي التراتبيه نحن ليكون عندنا ثقافه اكثر بهذا الموضوع، مثلا دقه المر ودق الباب، يعني هاي التراتبيه هاي الكلمات كيف عم يصير تركيبها؟ يعني نحن بعد شوي او يعني بشكل عام لحتى نعرف الجو بشكل مثلاً عام. يمر الليل وعيوني محدق، نحن بيقولوا محدق عيونه عنا. ايوه ببيئتنا انه مفتح عيونه. يمر الليل وعيوني محدق ومراره هالزمن مثلي محدق، يعني شوفي من محدق بالعين لما حد دق باللسان تزوق. مثلا تمر سنين وبوابي ما حد دق، صرنا بالدق. يعني نفس الكلمه يعني بس كل كلمة نفس الكلمه كحروف بس كل كلمه لها معنى. لها معنى قديش له اهميه كثير كثير على التصوير، خلينا نقول التشبيه التصوير مع بعض. نفس الكلمه بس كل كلمه بتعطي صوره، تنقل صوره او معنى. هاي عتابتنا، هاي تراثنا اللي نحن مثلا بتحسي بس تسمعي الموال انه بتحسي بتنشدي لإله. تماما، بدنا حتى نعرف المعنى، بدنا نفهم شو عم يعني شو عم بيصير، كل كلمه لها معنى، كل كلمه لها معنى. هلا وانت عم تغني كمان الموال يعني هو ما في ترابط بينه وبين لازرع لك بستان ورود، هداك حزين كنت راح تبكينا يعني، والاغنيه هديك فعلا هي رائعه وكل الصبايا وكل الشباب بيحبوها مثل ما قلت لليوم حاضره موجوده بذاكرتنا. طب هلا حابين كمان نسمع هيك شيء موال ننشد له ونعرف معنا. طيب بس ما راح اغني لك حزين عشان ما تفضل زين اعطيني بيات لفراس. قلنا لك على الوردات والله، قلنا لك على الوردات جودي نظرة وطا يصير الجود جودي، قلنا لك على الوردات جودي بنظرة وطا يصير الجود جودي، والله أنا رحت أسقي الورد وحملت جودي، رفض من الورد قطرة شراب، لك تعالي فتش قلبي وش فيه، أنا تعالي تعالي فتش قلبي
لك وش الفيه تلقى شعلفنا بالياه وش الفيه والله قتلني قتلني وشعل نعشايا لك وشال في عيني وقلي قوم تاني ارجع اصحاب زينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة الزينة لبست خلخالة وصارت تتباهى بحالة كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال الفرس بدا خيالة الفرس بدا خيالة نزلت عالساحة تتمخدر تلعب بالسيف وبالخنجر نزلت عالساحة تتمخدر تلعب بالسيف وبالخنجر قلب الخيال يتمرمر هي عم بتلوح بشال قلب الخيال يتمرمر هي عم بتلوح بشال وكل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال الفرس بدا خيالة الفرس بدا خيالة الزينة لبست خلخالة وصارت تتغاوى بحالة الزينة لبست خلخالة وصارت تتغاوى بحالة كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال كل ما تتلاقى بخيال قلو يا خيال انزال الفرس بدا خيالة الفرس بدا خيالة يعطيك العافية كمان أغنية حلوة وقديمة هاي الأغنية كمان هاي لسمير يزبي حلو كلمات هاي الأغنية كمان موجودة وحاضرة ولليوم بتحسها حديثة برغم منها قديمة هي بقول لك هو التراث بيضل حاضر دائما هلا شوفي مثلا أغاني وديع أغاني نصر شمس الدين لهلا بالزاقرة فيروز صحيح يعني أي أغنية طالعة من البيئة بتعيش تماما المقامات يعني خليني يعني شوي هيك نحكي عن مقامات الصوت هلا لاحظت خلال الأغنية عم تطلع بصوتك وتنزل وتهدي كثير يعني هيدي هذا الموضوع الفنان بيعرف فيه أكثر فحابين نعرف عن هذه المقامات كيف طبعا هلا في هلا هو المقامات هي سبعة بس في لها فروع كثير يعني كفنيا ففي شيء اسمه عندنا جواب وقرار فالمطرب مثلا بيغني جواب فإذا حس حاله إنه القرار بيطلع أحلى فالمفروض ينزل على القرار يعني جواب وقرار جواب عالي القرار أوضح وبتختلف هيدا الموضوع من غنية لأغنية طبعا هلا كل أغنية هي بتفرض مقامة تماما بتفرض طبقة صوتها حلو كتير كنا عم نحكي شوي عن الكلمات أستاذ فؤاد الكلمات المنتقات اليوم يمكن كنا عم نحكي عن الثقافة أيضا ثقافة الفنان يعني هلأ مثل ما لاحظنا بالموال الواحد شامل يعني حاضر فيه مفردات ومصطلحات ومفاهيم مختلفة يعني قديش الفنان لازم يكون عنده ثقافة معرفة بالمناطق بالبيئة بالمفردات لحتى يكون فعلا ملم بهيك موال او حتى اغنيه كامله اللي هي فعلا ناقله لرساله لليوم هلا مثلا عندك على مستوى بلدنا سوريا
مثلا مثل ما تفضلتي وذكرتي بالاول، عندك مثلا بحلب لون، لونهم لهجه حلبيه، الشام شاميه وثقافه خاصه حسكاوية. فهي هي من بيئتهم اخذوا ثقافتهم، فالمطرب الشامل فبده يحاول يغني للكل. ممكن مثلا لا صان من الساحل تواجد بحلب فبده يقدم له شيء من تراث حلب، تواجد بالشام. هلا شوفي مثلا عندنا هلا محافظه اللاذقيه هون فيها كثير صار مثلا ناس من اهلنا من حلب او من الشام، فبيجوا بيقدموا هون بيغنوا، فبتحسي انه ابن اللاذقيه بينبسط باللون الحلبي. صحيح. بينبسط باللون الشامي، لانه في النتيجه كلها لهجه واحده مثلا، بس بتتغير مثلا كطبيعه ككلمه كلهجه، بس بضل الاحساس نفسه. صحيح. وبالحقيقه يعني كل الاغاني وكل المصطلحات كلها يعني احنا بنسميه هذا لون مثلا، كل الالوان اللاذقيه عندنا لون الجبلي، هن مثلا بحلب بلون الموشحات تراث الطرف، الشام لون الشامي، احنا بنطلق على هي انه لون، بس في النتيجه كله تراث حسب بيئه الانسان اللي عايش فيها، حسب ما تربى عليها. حلو كثير. بدنا نحكي قبل ما نختم مع حضراتكم عن شهر رمضان المبارك. نحن اليوم شهر رمضان، ان شاء الله كل عام وانتم بخير وبخير. الله يعيد علينا وعلى بلدنا بالامن والامان، ويحمي جيشنا السوري ويرحم الشهداء ويحمي قائدنا. ان شاء الله كل عام وانتم سوريا بالف الف خير. وانت بخير، ضلوا سالمين. استاذ فؤاد، اليوم بشهر رمضان لازم يكون في خاص شيء خاص بهذا الشهر، جلسات رمضانيه ممكن بالعيله يعني حتى موجود، هي الاجواء الحلوه بشهر رمضان، احكي لنا عنها شوي، كيف كانت معك بهذا الشهر الفضيل؟ هلا طبعا كنا نحن مثلا نجتمع على طول نعمل سهرات لمي، مثلا اليوم هون يوم عند فلان يوم عند هي، بس طبعا في شغله حلوه انه ما ننسى في ناس كثير انه بحاجه نوقف لجنبها بهالشهر الفضيل، ان كان بالافطار او بالصدقات او بالمساعدات. وطبعا بعد الافطار مثلا كنا نعمل سهرات حلوه، لمات حلوه، نغني عتابه، نقعد نحكي حكايات قصص. فشهر رمضان حلاوته انه بلم. يعني في ناس كثير مثلا بتكوني غايبه عنا بتشوفيها بشهر رمضان، صله الرحم واجبه بشهر رمضان. صحيح. واستاذ بشار، ايضا شهر رمضان كيف يعني هيك عم تمر هالايام الفضيله معك؟ حكي لنا شوي عن اجواء رمضان معك. هلا اجواء رمضان بتعرفي يعني انا مجال الفني يعني اجبه، يعني بده يكون في عندي سهرات او حفلات اعراس يعني. الشهر الكريم يعني عم بيكون في طقوس حلوه بشهر رمضان. اكيد ان شاء الله يا رب بينعاد عليك بالصحه والخير وعلى كل يعني شعبنا السوري. لهون نحن بنكون وصلنا لختام حلقتنا. بدي اتشكرك الاستاذ فؤاد، اهلا وسهلا فيك. يسعد اوقاتك واهلا وسهلا فيك استاذ بشار. أهلا كمان ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ينعاد علينا ولكم. طبعا نحن هلا بدنا نختم مع مشاهدينا، وايضا بدنا نسمع من حضرتك اغنيه ختامها مسك مع حضرتك استاذ فؤاد. مشاهدينا نحن لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من غزل الهوى، اكيد في غزل جديد بالاسبوع القادم. بدي اقول لكم رمضان كريم، الى اللقاء. والله معروفك معاي مرة تمي سقيني من رضابك مر دمي، معروفك معاي مرة تمي سقيني من رضابك مر دمي. لك يا قالت حان موعد، انا يا قالت حان موعد مرت امي، ولكن شفت الزول وقف ورا الباب. نسيتك يا دار، نسيتك يا دار.
منسيتك يا دار أهلي، منسيتك يا دار، منسى فيك أمي وبيي، ما بنسى الحجار. منسيتك يا دار أهلي، منسيتك يا دار، منسى فيك أمي وبيي، ما بنسى الحجار. منسى فيك أمي وبيي، ما بنسى الحجار. هدير الميار عم تتهادى قلب الوادي من بين الطيار، احلى الضيعه وشلالاتها هدير الميار عم تتهادى قلب الوادي من بين الطيار. عصفورة حاكي عصفورة بين الزارورات، ترغل على المزمار. منسيتك يا دار أهلي، منسيتك يا دار، منسى فيك أمي وبيي، ما بنسى الحجار. منسى فيك أمي وبيي، ما بنسى الحجار. شكراً.